يذكر التاريخ كثير من الأميرات والأمراء والملوك المتمردين الذين تخلوا عن الحياة الناعمة من أجل العيش بعيدا عن قيود الحكم وبروتوكولات مراسم السلطات الملكية. كنا نتذكر الأميرة ديانا وتمردها المستمر على أصول وعادات التاج البريطاني إلى أن فقدت حياتها وهي تحاول العيش كأية فتاة عادية لا أكثر. وهذا الرجل اللي شوفوه أمامكم هو الملك إدوارد الثامن، تسلم تاج المملكة المتحدة عام 1936، لكنه تخلى عن كرسي الحكم طواعية لأنه عشق وتزوج هذه المرأة التي رفضتها الأعراف الملكية البريطانية، وترك الملك العاشق تاج الحكم لأخيه الملك جورج السادس لأجل عيون حبيبته المصون. وهناك حالات كثيرة مشابهة تنازل خلالها الملوك والسلاطين والأمراء عن عروشهم إكراما للحبيب، وكان آخرها الأميرة اليابانية إيكاو التي قررت الزواج من كيموريا عام 2018. وبحسب القانون الإمبراطوري الياباني فإن الأميرة التي تتزوج من أحد العوام تفقد لقبها وواجباتها الإمبراطورية. ولكن هل تعلمون أن هناك أميرات عربيات من أسر عريقة وقعن أسرى للحب والهيام وتخلين عن حياتهن المخملية لأجل الارتباط بالمحب؟ وهذا ما واجهته الأسرة الملكية العراقية التي عاشت تجربة مريرة بسبب تصرف الأميرة عزة البنت الكبرى للملك فيصل الأول. وإليكم الحكاية من البداية. ولدت الأميرة عز عام 1905 في إسطنبول، وكانت أكبر أبناء الملك فيصل الأول. رجعت إلى الحجاز بعد أن تجاوز عمرها 3 سنوات، وبقت هناك حتى مجيئها إلى العراق عام 1924 مع أسرتها وأخيها الأمير غازي وأختيها الأميرتين راجحة ورئيفة. وطبيعي كانت حياة الأميرات بالحجاز حيث الضغط والأعراف البدوية تختلف تماما عن حياتهن ببغداد حيث المدنية والانفتاح النسبي. غير أن المؤرخين يقولون أن طبيعة الأميرة كانت غريبة بعض الشيء، ربما بسبب الضغوط الرسمية، وقيل أنها تبدي بعض التصرفات غير الطبيعية، إذ كانت تضحك وتبكي من دون سبب، وكانت أنانية بشكل كبير، ولم تكن جميلة إلى حد ما، ولم يتقدم لخطبتها رجل من أسرة محترمة تقبلها العائلة الملكية. وكانت عصبية المزاج وتسخط على الآخرين من دون أي أسباب، خصوصا بعد أن مات والدها الملك فيصل الأول ولحقت والدتها الملكة حزيمة في الثلاثينات. وبعد أن تسلم مقاليد الحكم أخوها الملك غازي عام 1933 حاولت الأميرة عزة الخروج من أزمتها، وكانت دائما ما تطلب من الملك السماح لها وللأميرات بالسفر إلى أوروبا. وخلال سفراتها المتكررة إلى اليونان اتعرفت على عامل بمطعم ونشأت علاقة ود غير متكافئة بين أميرة مأزومة وشاب طائش بلا مستقبل. في صيف عام 1936 اتظاهرت الأميرة بالمرض الشديد كي تسافر إلى خارج العراق، فسمح لها شقيقها الملك غازي بالسفر إلى إحدى الجزر اليونانية بصحبة شقيقتها الأميرة راجحة على أمل أن تتحسن صحتها هناك. ورافقها سكرتيرها الخاص فيكتور باحوش مع 3 خادمات، لكن تبين فيما بعد أنها كانت تبيت النية للهرب مع حبيبها الشاب أنستاس لامبوس. وتشير بعض المصادر أن لامبوس هذا كان يعمل سفرجي في بغداد، وبعضها يؤكد بأنه كان يعمل في أحد الفنادق في جزيرة رودوس، وقام بمهمة الدليل للأميرة في أثناء إقامتها في الجزيرة بصحبة شقيقتها الأميرة راجحة.
إلا أن الأميرة بديعة تذكر بأنه لم يكن طباخا في قصر الزهور كما زعم البعض، وإنما كان نادلا في أحد الفنادق السياحية في جزيرة رودوس، ولم يأتي إلى العراق، وإنما تعرفت إليه عزة في إحدى سفراتها السابقة. كتب فيكتور باحوش إلى رئيس الديوان الملكي رستم حيدر في 14 من حزيران عام 1936 تقريرا بشأن الحادثة، إذ قال: حال وصولنا إلى أثينا سكن الجميع في جناح واحد بالفندق، وكانت إحدى الخادمات وهي طليعة عمر ملازمة للأميرة عزة، وكانت الأخيرة تعيش حياة طبيعية ولم يظهر على تصرفاتها ما يسترعى الانتباه أو الشك، وفي اليوم الثاني سحبت من حسابها مبلغ 150 دينار. وفي صبيحة يوم الأربعاء 27 حزيران 1936 جاءت الخادمة طليعة وأخبرتنا بأن الأميرة عزة غير موجودة في غرفتها، وتبين فيما بعد أنها غادرت الفندق مع الشخص الذي تزوجته، وذكرت ذلك في رسالة سلمت إلى الأميرة الراجحة باللغة الإنجليزية بتوقيعها تخبرها بأنها نظرا لفقدان والدها ووالدتها فإنها لم يكن لها بد من أن تلتحق بالرجل الذي تحبه، وقالت إنها تزوجت وتنصرت وأطلقت على نفسها اسم أنستازيا تيمنا بالأميرة الروسية المفقودة خلال مذبحة عائلة قيصر روسيا في أثناء الثورة البلشفية عام 1918. هرعت الأميرة راجحة بعد أن اطلعت على الرسالة إلى فندق إتلانتيك الذي كان العروسان يقيمان فيه في محاولة منها لمعالجة الأمر وإلغاء الزواج، لكن الأميرة عزة رفضت مقابلة أي أحد وبعثت بورقة باللغة الإنجليزية طلبت فيها من أختها عدم الانتظار لأنها تزوجت وانتهى الأمر. وأخذت الأميرة راجحة تنادي على أختها من خلف الباب قائلة: عزة عزة، ما الذي تفعلينه؟ فكري بأخينا الملك غازي، ماذا سيقال عن شرف عائلتنا عندما ينتشر هذا الخبر المخزي في بغداد؟ فأجابت عزة من خلف الباب: لا تنشغلوا بي، انسوني وأعلنوا براءتكم مني، فإني براء من كل شيء، لا أريد الإمارة والسمعة والثروة، فلقد تزوجت وانتهى الأمر. لجأت الأميرة راجحة إلى السفارة البريطانية في اليونان محاولة بشتى الطرق منع الفضيحة، فقدمت شكوى على الزوجين بأنهما قد سرقا مجوهراتها التي تقدر ب6000 جنيه استرليني ومبلغ 150 دينارا. وكان غرض الأميرة راجحة من هذه الشكوى وضع الزوجين تحت الحراسة لكسب بعض الوقت للقيام بجهود لإلغاء هذا الزواج. وحضر المدعي العام اليوناني إلى فندق إتلانتيك ورتب مقابلة بين الشقيقتين، وكان يحيط بالأميرة عزة زوجها ومحاميها وبعض المناصرين لهما، ولم يبدو عليها أي تأثر وأخذت تجيب على أسئلة الشرطة بكل جرأة. أما الأميرة راجحة فلم تتمالك نفسها فأخذت تحدث أختها بكل لطف ذاكرة أعمال والدها ومجده وشرف الملك والوطن والعائلة، ناصحة إياها بإعادة النظر فيما فعلت والعودة إلى العراق وعدم فسح أي مجال لإلحاق إهانة كبرى بالمملكة. لكن الأميرة عزة لم تعر شقيقتها اهتماما وكانت عنيدة، إذ قالت لأختها: ليس عندي أخت ولا أقارب ولا وطن، اعتبروني ميتة، هذا هو نصيبي. وأشارت إلى زوجها: فهو لي الكل في الكل، لقد تنصرت وتزوجت ممن أحببت وليس بمقدور أحد أن يفصلني عنه، وإذا كان عندكم حق ما عليكم جلبي بواسطة المحاكم، ولن أعود إلى العراق بعد الآن، وإذا ما أجبرت على ذلك سأنتحر.
عادت الأميرة راجحة بعد أن أخفقت في إقناع شقيقتها، فيما استقرت الأميرة الهاربة في جزيرة رودس وحصلت على الجنسية الإيطالية لكون زوجها إيطالي الجنسية، وعد زواجها مشروعا ونافذا في قانون الأحوال الشخصية الإيطالي. في لندن قال أمين المميز الذي كان يعمل حينها بالمفوضية العراقية هناك: عندما كنت أتصفح الجرائد صباحا وقع نظري على خبر أذهلني يتعلق بزواج الأميرة عزة، فاتصلت فورا بالوزير المفوض علي جودة الأيوبي وأيقظته من نومه وأبلغته بالخبر، فذهل هو الآخر فاتصل فورا بأوتيل إكلانج لإبلاغ نور السعيد وزير الخارجية الذي كان يومئذ في زيارة رسمية إلى لندن. وتداول الأمر وبحضور عطاء أمين مشاور المفوضية وزوج عمة الأميرة عزة، حيث قام نور السعيد بإرسال برقية إلى رئيس الوزراء ياسين الهاشمي لإبلاغه بما نشرته الصحف البريطانية طالبا منه الحيلولة دون نشر الخبر في الصحف العراقية حتى يعالج الموضوع. وتصاعد التأثيرات الحادث في العالم العربي والإسلامي، وطلب رستم حيدر رئيس الديوان الملكي من الطبيب الخاص هاري سندرسون كتابة تقرير عن الحالة النفسية والصحية للأميرة عزة. فقال سندرسون: إن الأميرة عزة كانت عصبية المزاج، وقد جابهت في السنوات الأخيرة هزات عقلية لم تمر دون أن تؤثر في أعصاب رقيقة كأعصابها، كوفاة والدها الملك فيصل، ثم وفاة والدتها وشقيقتها وعمها الملك علي. وقال إن الأميرة عزة أصيبت بحالة من الهستيريا. وكان الغرض من هذا التقرير كما يبدو محاولة التخفيف من الصدمة التي سببتها هذه الحادثة وما تركته من آثار سلبية على العائلة المالكة بشكل خاص وعلى كبار الساسة العراقيين والبلاد برمتها. في بغداد اهتز عرش الملك غازي من هول الخبر، وشعر الساسة بالحرج الشديد في كيفية معالجة الأمر، وصمتت الصحافة العراقية عن تناول الفضيحة إكراما لعيون الملك والبلاد. وأشار السفير البريطاني أرشبيلد كلاكير إلى الأثر السيء الذي تركه حادث هروب الأميرة عزة وزواجها بالأوضاع الداخلية للعراق. وقد جرت مراسلات بين الهاشمي وناجي شوكت الذي كان وزير العراق المفوض في أنقرة آنذاك حول موضوع الأميرة عزة، ويتضح من هذه المراسلات بأن ناجي شوكت كان منزعجا من الحادث، لا سيما بعد نشر الصحف التركية تفاصيل الموضوع. وكانت لدى ناجي شوكت فكرة في أن يمسح هذا العار، وكانت هذه الفكرة تلقى حماسا من الشريف حسين خال الأميرة عزة الذي كان يعمل في المفوضية العراقية بأنقرة، إذ كان الشريف حسين متذمرا لما نشر عن حادثة الأميرة عزة في الصحف التركية، متهما ناجي شوكت بأنه لم يتخذ أي إجراء لمنع النشر. فأجابه ناجي شوكت قائلا: إذا كنت تريد الحفاظ على سمعة البيت المالك فلماذا لا تسكت أنفاس بنت أخيك؟ وأخبره بأن هناك ضابطا أعرب عن رغبته في وضع نفسه بخدمة العائلة المالكة لإنقاذ شرفها وقتل الأميرة، قائلا له: هل أنت مستعد للسفر معه؟ فنكس الشريف رأسه ولم يجيب. وكانت لدى رئيس الوزراء الهاشمي رغبة شديدة في أن يدبر ناجي شوكت بشكل أو بآخر اغتيال الأميرة عزة، ولكن ناجي شوكت لم يتمكن من ذلك. وقد أرسل شوكت مذكرة إلى وزارة الخارجية العراقية قائلا فيها بأن صحيفة جمهورية التركية نشرت مقالا اتهمت فيه أنستانس زوج الأميرة عزة بأنه كان يعمل جاسوسا لدى إيطاليا في رودس، ومن المحتمل أن إيطاليا أرادت الإضرار بسمعة العائلة المالكة التي جاءت بها بريطانيا لحكم العراق.
وأثار خبر زواج الأميرة عزة حزنا في العراق، كونه أساء إلى سمعة العربي والمسلمين، وكذلك إلى سمعة الملك والعائلة المالكة، وساءت أحوال الملك الصحية والنفسية حتى أنه مرض مرضا شديدا، لأنه من المتعارف عليه عشائريا أن هذا العار لا يزال إلا بالدم. واستغل خصوم الملك غازي هذه الفضيحة وتأثيرها في أوضاعه الصحية والنفسية، حيث اتخذوها وسيلة للتخلص منه، وذلك بإبعاده عن العرش أو فرض قيود على تحركاته، وهكذا تبلورت فكرة عزل الملك غازي وإيجاد البدائل، وليست هناك حاجة للبحث عن بديل من خارج الأسرة، لأن الشعب العراقي لن يرضى بأمير آخر. وقد أسهم نور السعيد في بلورة هذه الفكرة، فعندما عاد من أوروبا صرح بتأليف مجلس وصايا يحكم البلاد حتى يبلغ ولي العهد الأمير فيصل الثاني سن الرشد، مدعيا بأن العائلة المالكة قد لحق بها عار لا يمكن أن ينسى إلا بخلع الملكي وتأليف مجلس وصايا، وكان يرشح ياسين الهاشمي لرئاسة المجلس. وفي أثناء مقابلة السفير البريطاني للهاشمي ونور السعيد معا، أثار السفير البريطاني موضوع الأميرة عزة، وأخبر نور السعيد بأنه سمع بتأييده اقتراح جعفر العسكري بأنه يجب على الملك غازي قتل شقيقته لكي يصون شرفه. فأجاب نور السعيد قائلا بأنه إذا انتشر خبر قتلها في العراق بناء على أوامر من الملك غازي، فإن شرفه سوف يستعاد في البلاد العربية جميعها، إلا أن السفير البريطاني لم يوافق على ذلك، واتفق على ترك الأميرة عزة على قيد الحياة على أن يفسخ زواجها وتحتجز في مكان ما في أوروبا. من جانب آخر، بذل الهاشمي جهودا كبيرة لحل المشاكل التي واجهت الحكومة، فقد التقى مع زعماء المعارضة وكانوا موافقين على سياسته الجديدة، وأصدر الهاشمي قانون الأسرة المالكة رقم 75 لسنة 1936، وبموجب هذا القرار تقرر تأليف مجلس خاص من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان والنواب ورئيس الداخلية والعدلية ورئيس الديوان الملكي للنظر في قضايا زواج الأميرات والأمراء والأمور التأديبية المتعلقة بالأسرة المالكة وتوزيع الأموال من الميزانية العامة. أثارت إجراءات الهاشمي سخط الملك غازي ونقمته، لأنه كان معروفا قبل حادثة الأميرة عزة بأن الهاشمي لديه رغبة في أن يكون موسوليني العرب ويحكم العراق مبقيا على الملكية رمزا ليس إلا، مما أدى إلى اصطدام الهاشمي بالملك غازي. وقد استغل خصوم الهاشمي غضب الملك غازي هذا، وأخذوا يثيرون الحقد في صدره ويصورون الهاشمي بأنه شبح يهدد العرش، ونجحوا في جعل الملك خصما له. لذلك يقال أن الملك شجع انقلاب بكر صدقي الذي وقع ضد وزارة الهاشمي في 29 من تشرين الأول عام 1936، إذ قيل أن الملك كان على علم مسبق بالانقلاب. أما الأميرة عزة التي أشعلت الصراعات السياسية العراقية بزواجها الغريب، فقد هجرها زوجها عام 1939 بعد أن نفدت كل مدخراتها وخلصت فلوسها وانفصلت عنه من دون أن تنجب أطفال، وعادت إلى إيطاليا عام 1940 ومرت بظروف صعبة جدا اضطرتها للتسول والبقاء في الشوارع، وبعد مناشدات متكررة منحتها حكومة الدكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني راتبا بسيطا، وكانت آخر دفعة استلمتها الأميرة قبل دخول قوات الحلفاء إلى روما عام 1943، وبعد ذلك قدمت طلبا إلى الحكومة الإيطالية الجديدة باستمرار هذه المعونة، ولكن طلبها قوبل بالرفض لأن القانون الجديد لا يسمح بذلك.
لجأت عزة إلى الحكومة البريطانية طالبة مساعدتها في الحصول على معونة مالية، كما طلبت من السفارة البريطانية إيصال رسالة إلى الملكة عالية وإلى ليدي هينفرز زوجة المندوب السامي والسفير البريطاني الأسبق في العراق، وأرسلت الخارجية البريطانية مذكرة إلى سفارتها في بغداد التي قامت بدورها بعرضها على الوصي عبد الإله الذي تعهد بدفع ديونها، واقترح أنه بإمكانها الذهاب للعيش مع عمتها الشريفة جميلة في القاهرة. ولكن الأميرة التي كانت تسعى للخلاص من بؤسها رفضت التوجه إلى مصر خوفا من قيام السلطات العراقية بقتلها. وعندما زار الوصي عبد الإله روما عام 1945 علمت الأميرة عزة بهذه الزيارة، فذهبت إلى السفارة البريطانية طالبة مقابلته، غير أنه رفض مقابلتها وأرسل لها طبيبه الخاص سندرسون، فوجدها في حالة يرثى لها، محطمة نفسيا رثة الملابس، وقد روت له بأن زوجها قد هجرها قبل 6 سنوات، فغادرت جزيرة رودس وعاشت في نابولي، ثم انتقلت إلى روما وهي بائسة تعيش على المعونات. وعندما نقل الدكتور سندرسون أخبار مأساتها إلى الأمير عبد الإله، وافق على مقابلتها ومنحها مبلغا من المال، مؤكدا بأنه سيبحث مع عمه الملك عبد الله إمكانية إقامتها في عمان. واتفق فيما بعد على إقامتها في القدس، وقد وافقت على ذلك الأميرة عزة من دون تردد، وقد استحصلت موافقة السلطات الفلسطينية، وظل الأمير عبد الإله يدفع لها راتبا حتى التقت بابن عمتها الأمير نايف في القدس، فشكت إليه متوسلة بأن يكلم عمها ليعفو عنها ويغفر لها. وعندما عرض الأمير نايف طلبها على الملك عبد الله، وافق الأخير إكراما لوالدها وحفاظا على سمعة العائلة المالكة. ويروى أن الملك عبد الله كان أشد الغاضبين عليها، ولكنه وذات ليلة رأى في منامه الملك فيصل الأول أمامه وهو يمسح يده بمنديل، فسقط المنديل على الأرض فتناوله الملك عبد الله، ففسر الحلم بأن المنديل هو الأمير عزة، وأن تناوله من الأرض يعني انتشالها من بؤسها واحتضانها في كنفه. استقرت الأميرة عزة في القدس وبقيت فيه مدة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى عمان حتى عام 1960، حيث أصيبت بمرض سرطان اللسان، فذهبت للعلاج في لندن، وتم إخضاعها لعدة عمليات جراحية تم خلالها قطع لسانها، ولكنها توفيت أخيرا هناك، ونقل جثمانها إلى عمان لتدفن في المقبرة الملكية وتطوى بذلك صفحة الأميرة الخاطئة، لتبقى مجرد قصة من قصص التاريخ. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.